مهمتنا كمدرسة متخصصة لذوي اضطراب طيف التوحد هي تعليم طلابنا في بيئة مناسبة لاحتياجاتهم وتركز على قدراتهم لتوفير أفضل الفرص ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع. تعتمد الأكاديمية على الاستراتيجيات المثبتة علمياً، تراعي الفروقات الفردية والاحتياجات الحسية ضمن فريق متكامل يعمل لأجل الطالب، نوفر جلسات تخاطب، علاج وظيفي، التكامل الحسي، الدعم النفسي والإرشاد، وبالإضافة إلى ذلك نقدم جلسات توعوية للأهالي أو المؤسسات الخارجية. نعتمد بشكل كبير على التعليم خارج الصف وتعميم المهارات وتمكين طلابنا. اضطراب طيف التوحد هو اضطراب مدى الحياة، ما له علاج، لكن مع التدخل الصحيح وتعليم مهارات عديدة نساعد على التأقلم مع حدة السلوك واكتساب مهارات تؤدي عند البعض تحسين من جودة الحياة. الدمج لا يقتصر على الصف العام بالمدرسة، والتعليم حق للجميع، كذلك ممارسة جميع الأمور الحياتية دون عوائق. الدمج يتطلب أسس واضحة، تضافر الجهود، التعاون ليتحقق وينجح، توفير بيئة ملائمة للطالب على الصعيد المدرسي وتسهيلات على الصعيد العام، نساهم في نشر الوعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.